الأشغال هنا بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله لتزويد زبائن اتصالات الجزائر بالألياف البصرية إلى غاية المنزل متواصلة، فالفريق التقني يعمل جاهدا على تزويد كل سكان المدينة بهذه التقنية ذات التدفق العالي، وهو الأمر الذي استحسنه الزبائن، خاصة وأن مزايا هذه التقنية متعددة. En fait, كما راك تشوف احنا يا رانوي اون بلان ترافو ودرنا لا دومونتان سا في با لونتون ils sont venus ils ont fait l'installation on n'a pas encore fini mais j'ai remarqué que déjà on a fait une installation incroyable pour pas et j'ai remarqué que le débit vraiment طالع et comme je suis un étudiant donc انا نقرا en visioconférence donc ça m'aide beaucoup que نقرا بها et tout le débit alhamdoulillah c'est bon. C'est bon, avant c'était avant, باش يقرا الاولاد ولا باش يفون فيها اكسبوزي ولا باش يلعب ولا حنايا ولا انا ندير له لوفو مالاد تحبس لي عاودي هو كي تحبس لي ما في لي كريز دونك سيتي با ايفيدون دونك الحمد لله هذا كل واحد وصايب راسه. فبلغة الأرقام سيستفيد حوالي 3000 زبون من عملية تزويد سكان المدينة الجديدة سيدي عبد الله بألياف البصرية ليتم تعميمها على كل أحياء المدينة على مراحل مختلفة. قامت شركة اتصالات الجزائر على كل حال بوضع شبكة هائلة تتدفق في حي 10000 مسكن عدل بسيدي عبد الله، هناك 3000 زبون يعني مشتركين في هذه الشبكة، وسوف يعني تعمم الاشتراكات. هذه الشبكة FTTH وهي الألياف البصرية إلى المنزل تعتبر يعني تكنولوجيا حديثة تمكن زبائننا الكرام من الحصول على تدفق عالي يصل إلى 100 ميجا بيت في الثانية. مشاهدة الفيديوهات على الانترنت أو على التلفاز إلى جانب إجراء مكالمات عبر الانترنت بدقة عالية وغيرها من المزايا هو ما تسعى إليه اتصالات الجزائر من خلال تعميم هذه التقنية عبر مختلف ربوع الوطن لإرضاء زبائنها.